وفين الراكورز؟ فين الميتل هيدز؟ بما اننا في العيد الكبير وداك الشيء ما غاديش نطول في المقدمه، غادي ندخلوا ديريكت في الحلقه. كيف ما باين من التايتل غادي تكون الحلقه على تو. وقبل ما نبدا الحلقه جيب شنو غادي تاكل ولا شنو غادي تشرب، هاف سيت ونبداو. بعد قبل كيف ديما انا فؤاد عيد حماد، وهذه حلقه واحده اخرى من الميوزيك بالدارجه. تول بالعربيه كتعني اداه، يعني واحد الحاجه اللي كتستعمل باش نحلو ولا نزيرو ولا نقادو شي حاجه. ولكن تول اللي غادي ندويو عليها اليوم هي باند امريكانيه تقادات سنه 1990، واللي عندهم موسيقى كتخليهم متميزين على بزاف ديال الباندات، لا من ناحيه الاصوات اللي معروفين بها بحال الصوت نتاع الباس ولا لو سون ديال الباسيست ديالهم، الصوت ديال الجيتاريست وكيفاش كيلعب جيتار، لا فوا نتاع المغني عنده واحد الصوت اللي هو هادئ وبعض المرات يبدا يلعب بيه لدرجه كيخليك تجي واحد التركيله خفيفه من خلال دوك الدقائق وانت كتصنت ليهم. وكندرا عامه على الباند تقريبا باند في البدايه ديال التسعينات مع الموجه ديال الروك والميتال اللي كانت يعني بدات ديك الوقيته. الغانز ان روزز كمثال كان كلشي كيحاول باش يولي هو الغانز ان روزز الجايين، ولكن تو كانت عندهم واحد الفيجن واحده اخرى اللي كانت كتخليهم يحاولوا باش يطبقوا بعض الافكار اللي كانت عندهم في بالهم على ارض الواقع. وهذا الشيء هذا غادي يكون كيبان لك من الفيديو كليبات ديالهم والطريقه كيفاش كيديروا الديسك والكومبوزيسيون ديال لي زالبوم، الريتم اللي كيقدوا به تراكاتهم. يعني حتى من لي زالبوم راه كل واحد كان في شكل، كل واحد ولا انسبيراسيون ديالو كيفاش كانت، وكلشي غادي ندويو عليه من بعد. لحد الان عندهم تقريبا، لا ماشي تقريبا، عندهم 5 ديال لي زالبوم وغادي نحاول باش ندوي عليهم ولا غادي ندوي على بعضهم باختصار. الشيء اللي مخليتو ما تكونش بينا في الميديا وما تكونش عندها واحد الشهره في الميديا وما يكونش كيديو عليها يعني ما تكونش كتسمع في الميديا بزاف، هو التناقض نتاعها ولا التضاد ديالها مع الميوزيك اندستري، يعني الصناعه نتاع الموسيقى، والانسيستنس ديالهم ولا التاكيد ديال اعضاء المجموعه على البرايفسي اي الخصوصيه نتاعتهم. دابا من بعد ما شفنا ولا خدينا واحد الفكره عامه على الباند غادي ندخلوا للتخاخش وغادي نحاولوا نركزوا على السميات بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، حيت شويه كتار وغادي نبدا المهم ركزوا على السميات وصافي. نبداو بلي مومبر اللي كادوا الباند الاولى ولا اللي كانوا في الباند من الاول. عندنا المغني الرئيسي ماينرد جيمس كينن، والجيتاريست آدم جونز، والدرامر ولا الباتور دانيال إدوين كاري، والباسيست بول داموغ، حيت انت كتكتب هكاك بول داموغ، واللي كيتعود باسيست آخر سنة 1995 واللي باقي مع الباند لدابا وهو جاستن شانسيلور. سنة 1989 غادي تلاقى كينن مع جونز بالصدفة عن طريق واحد صديق، يعني بحال قلتي أنايا عيطت ليك نتايا وجبت معايا واحد السيد آخر وتفاهمتوا بيناتكم ولا تلاقيتوا، هكا وقع ليهم. هضره كتجيب هضره، حتى كيطلق كينن واحد اللعيبه ديالهم سجلها مع واحد البنت سميتها جرين جيلي، واللي كانت البنت مع من كان كيلعب. جونز كيتدخل في صوت ديال كينن وكيدوي معاه على الفكره ديال علاش ما يديروش هما باند نتاعهم، حيت جونز كان حتى هو كيلعب جيتار، كيخديو غراض كيتفاهموا كيبداو كيتلاقاو كيبداو كيتجاميو، وفي نفس الوقت كيقلبوا على درامر وباسيس باش انهم يبداو خدامين باش يقادو باند نتاعهم. كتعرف توم موريلو الجيتاريست ديال ريز اجينست ذا ماشين كان صاحبهم وهو اللي كيدبر لهم في باسيست لي ميزيسيان ذا واي ذي سوبوز تو بي، شي كيدبر لشي شي كيعاون شي ماشي شي كيحفر لشي وشي ما حامل شي، انت ما دير والو في حياتك وبنادم ما حاملكش علاش الله لا يعرف. ما علينا، توموريلو كيجيب كاري وكيلاقيه بجونز وكيلقى بلي كاري راه ساكن في نفس الموبل فين ساكن كينان، يعني ما كايناش بيناتهم شي مسافه، هذا ساكن لتحت الاخر ساكن فوق منه. كاري كان ديجا كيلعب يعني ماشي اماتور ماشي مبتدئ، فاش بدا كيلعب معاهم قال من بعد على ديك الفتره بلي كان كيدير داكشي غير حيت كانوا كيبقاو فيه ولا بحال قلتي كيشفق عليهم. وهاد الشيء هذا ما عرفتش واش حيت هو زعما داير الخاطر لصاحبو توم وكيعاون دوك الدراري اللي يلاه بادين، ولا حيت شاف فيهم بلي راه واعرين ولكن ما دايرين والو كيشوف داك الطاقه ديالهم هيك تضيع. الباند كتكمل فاش واحد عشيرة جونز كيجيب ليه باسيست وهو داك بول داموغ. هنا الباند كملات وخصها سميه، لهذا اتفقوا على واحد السميه اللي الديفينيشن ديالها ولا غادي نقولوا المغزى علاش سماو الباند هكاك هو حسب التصريح ديالهم تول كتعني اداه، وهي بالضبط كيف ما كتسمعها حنا هما الاداه ديالك،
تقدر تستعملها كمحفز باش تلقى اي حاجه كتقلب عليها ولا اي حاجه بغيتي توصل ليها. على ما بالي انا من خلال التعريف هذا هو ان البنت كتقول على راسها باللي هي كتعطي رسائل في التراكات ديالها اللي الا فهمتيهم فراك قادر توظف الاغاني ديال البنت في اي حاله كنتي فيها ولا احتاجيتي تسمع شي بلان على حسب المود ديالك. غاريت حيت هادشي اللي بالي انا. من بعد عامين ديال البراكتس والبرفورمانس في اللوكال بلايسز في لوس انجلوس البنت تعرفات عند الناس وبدا يعني بداو كيعرفوها ونورمال غادي يسمعوا بها الليبلز. كتسني مع واحد الليبل سنة 1992 في مارس اللي هي زو انترتينمنت. زو ما كتعطلهمش كتخرج لهم اول تراك ديالهم نهار 10 من نفس الشهر واللي هو اوبيات. حكم انني ما كنسمعش ليهم فاش سمعت هاد التراك هذا داكشي شنو نقول لك انتريستين. من وراها كيخرجوا اول اي بي وكيكون فيه تراكات اوبيت وهاش وفيديو كليب ديال هاش اللي كيكونوا فيه كاع لي مونبر عريانين مغطيين البنادر والنفافر ديالهم بواحد الفرقه ديال واحد الليبل ولا معت واحد المهم واحد الكومباني متعلقة بالاباء ولا كتنصح الاباء باش هادشي اللي غادي يسمعوا راه فيه شي حاجه خايبه واحد لصق على فمهم. هادشي وقع سنه 1992 واللي كان الهدف منه هو خرق الحدث او المفهوم اللي فهمناه مع شوف تي في وغيرها اللي هو البوز. يعني بنادم خصو يدير شي شوها في راسو ولا يدير شي حاجه تخلي الاندر الدور لجيتو وكل شيء يبدا يدوي عليه كيف زعما يكون محط اندر لموضوع الساعه. ولكن هنا كندوي على واحد الحاجه اللي هي فنيه في الفيزيوال واللي عندها بعد كيضربوا بزاف ديال الحوايج ماشي جيب بقراوجه ديال الاوتو تون وخليها تتخور. وعلى ذكر التخور هادي راح صوت البقر والبهيمه عزكم الله باللغه العربيه هو الخوار. نفس الشيء واحد اش كتخور ما قاليش انك مفهوم خايب بل انه تقول بحال راك بهيمه كتهضر. الباند كتبدا تورني مع رولينز باند فيش بون رينز اجينست ذا ماشين اللي كاين معاها توموريلو وايت زومبي وغيرهم وتقال عليهم باللي البدايه ديالهم بدايه قويه وكره وقول توحشنا كره. العام اللي من وراها يعني سنه 1993 خرج الالبوم الاول اندر تو في 6 في شهر 4 واللي كان بروغرامي باش غادي تكون تور ديالو وكل شيء مقاد على العام يعني البلايس اللي ضات فاش غادي يلعبوا كل شيء ناضي. ومن بين البلايس اللي كانوا دايرين باش يلعبوا فيهم كان ذا جاردن بافيليون في هوليوود تما كيبقى والو يلعبوا وكيتوصلوا بلي داك لقنت كينتمي للتشيرش اوف ساينتولوجي واللي باينه عنده علاقه بشي مفهوم ديني واللي هي الكنيسه. والسبب علاش هذيك الكنيسه دارت لهم داك القلب هو انه من اخلاقيات الباند ولا من لي برينسيپ نتاع الباند ان الانسان ما خصوش يتبع شي نظام ديني او عقائدي اللي يقدر يحبس نموه كانسان. هذه حشات عليهم الكنيسه فيها. من بعد غادي يلعبوا في واحد الفيستيفال سنوي انيال سميتو لولا بالوزا ماشي بالوزا اللي في السعاده هذا مهرجان كيكون في شيكاغو. وبسبب هاد الكونسرت هادو غادي يتشهر الالبوم اكثر الشيء اللي غادي يخليه يتصنف جولد يعني ذهبي من عند الاير اي 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 واللي هي ريكوردين اندستري اسوسيشن اوف امريكا في 1993 واللي غادي يطلع بلاتينيوم يعني مابقاش ذهب ولا بلاتينيوم في 1995 وأغنية سوبر غادي يربحوا على جائزة أحسن فيديو لأرتيست يالله بادي حيت كانوا خدموا بواحد الهيت. الخدمة ديال الكليب كتكون شوية معقدة وفيها بزاف ديال الخدمة. من نفس العام غادي يخرج السينجل ديال بيستول سكس واللي غادي يحط البند في واحد الموقف اللي غادي تفرض عليهم فيه الرقابة حيت التراك كانوا كيدوا فيه على الإساءة والأبيوزين ديال الدراري الصغار. ولي الفيديو صايبوا الجيتاريست ديالهم اللي كانت عنده فيه واحد الرؤيه سرياليه وجاب ليا الدوخه فاش تفرجت فيه مع كان حاول باش نفهم الديريكس ونتفرج راسي ضرني. المهم التراك كان محل الجدل كبير الشيء اللي خلى ام تي في تحبسو ما يدوش باقي على القناه ديالها من بعد ما داز شي مرات. وصلنا سنة 1995 غادي تبدا الباند خدامة على الالبوم الثاني ديالها واللي غادي يوقع فيه واحد التغيير على مستوى اعضاء الفرقة واللي لعقلتو راه قلت لكم في الاول تبدل الباسيست. من بعد هذيك المدة النجاح اللي حقق بول دامور مع الباند قرر باش يمشي في حاله خلال تسجيل ديال الالبوم. كاري
قال بلي بول مشى حيت كان بغى يلعب جيتار، ما بغاش يلعب باقي الباص. والسبب على ما قال بول بفمه هو انه ما كانش بغى يكون غير باسيست، وكان كيحس بلي الدور ديالو محدود، وهو ماشي بيس بلاير، وهو كرييتور، يعني واحد صانع نتاع الموسيقى، بغى شي حاجه اكبر من داك الشيء ويكون عنده دور اكثر اهميه. ونهار مشى من تول عرف بلي هذا كان هو القرار الصحيح وما ندمش عليه. جاستن شانسلور لا شانسلور كتختار باش يكمل التسجيل ديال الالبوم مع تول من بعد ما شارك مع بزاف ديال المتابعين على شكون غادي يشد بلاصه بول. نهار 17 سبتمبر 1996 غادي يخرج الالبوم الثاني ديالهم تحت اسم اونيما، واللي عاونهم فيه ديفيد بوتريل اللي بروديوسر شي لعبات ديال كينغ كريمسون، وجونز اللي هو المومبر نتاع تول كولابورا مع كام دوليون باش يقدو الارت وورك ديال الالبوم، واللي تنومينا لاحسن البوم ارت وورك ديك الساعة. هذاك الالبوم نتاع اونيما تهدى لواحد الكوميديان سميتو بيل هيكس، واللي كان مات عامين ونص قبل من الالبوم، واللي كان كيبان ليهم بلي عندهم معاه بحال افكار متشابهه ولا موحده، حيت بجوجهم كان عندهم نفس البرينسيپ ولا نفس الكونسيبت في الحياه. الالبوم فاش خرج حط الباند على راس قائمه احسن الباندات في الالترناتيف ميتال، كيوقع مشكل اللي غادي يدي بطول باش يفرقوا الجوقه ويوصلوا للمحاكم، ماشي بيناتهم ولكن مع الليبل اللي كانوا مسنين معاها اللي هي زو انترتينمنت، حيت قاموا بخرق واحد الشرط من الشروط اللي الليبل كانت دايره معاهم، واللي هو باش ما يشوفوش مع حتى شي ليبل واحده اخرى، وهادشي كيخليهم يبقاو يتجرجروا في المحاكم لاكثر من عامين حتى 1998 فين كيديروا كونترا اخرى ولكن بشروط وحدين اخرين، وكيجريو على المدير ولا نقولوا المانجر ديال الباند تيد غاردنر، حيت رفع عليهم دعوه على الكوميسيون ديالو، يعني ما كياخذش المستحقات ديالو من داكشي اللي كيدير معاهم. من بعد هاد الروينه هادي كيخرج واحد من بين احسن لي زالبوم واللي كلشي عارفو كيضل يحطوه في الجروبات، واللي هو ليترلس، واللي السميه الاولى ديالو كانت هي سيستيما ان سيفول. وما يمكنش دوي على هاد الالبوم ولا نذكروه وما نذكروش الاغنيه اللي جابت ليهم العز وجابت لهم الضربه ديالهم اللي هي بارابولا. هاد الالبوم هذا كيف قلت جاب الطوب، كيف نقولوا كان هو سبب النجاح ودار واحد الخطوه كبيره اللي خلات الالبوم يتكلص رقم واحد في الامريكان في بيلبورد 200. كان بحوجة جائزة الجرامي على بيست ميتال بيرفورمانس في 2001 على أغنية سكيزم من نفس الألبوم. من بين لي زالبوم اللي خرجوا من بعد كاين 10000 دايز اللي كان انسبيري من الألبوم اللي كان قبل، ومن باندات بحال فانتوماس وماشوغا، وخرج في سنة 2006 الألبوم Fear in Column اللي يبقاو كل مرة كيرميو تراك وكيعطيو كل مرة سبة علاش الألبوم باقي ما غاديش يخرج. مرة كيقول لك حكا راه سبب الليركس باقي كيتكتب، شي تيقول لك بلي راه سلامان 2012 وباقي ما باش يتحط، كل مرة كاينه سبة. ولكن الالبوم كيخرج في 20 غشت 2019، واللي كانوا فيه بعض التراكات اللي بعضهم تحط من 2012 حتى 19 وشي واحد اللي ما كانوش عارفينهم. حيدو عندنا لي زالبوم ونشوفوا البلان ديال لي مومبر ولي زانفليونس ديالهم، يعني مناش انفليونسا ولا مناش انسبيرا. تو تحطات بزاف ولا تحطات مع بزاف ديال الاصناف ديال الميتال، بروغريسيف روك، بروغريسيف ميتال، الترناتيف ميتال، بوست ميتال، هيفي ميتو. انت كواحد كيتسنت لتو تقدر تقول لي في كومونتير اشنو اللي كيبان لك تو قراب ليه اكثر. لي مومبر ديال الباند كل واحد فيهم كان عنده واحد لو غول لو واحد الطور كبير، بحال مثلا الباسيست شانسلور قالت عليه بيس بلاير ماجازين بانه عنده واحد التون صعيب فين تلقى شي تيلعب به، كان داك التون ديالو قاصح، وكذلك كيدخل بعض التكنيكس في الجيتار ديال الجيتار في اللعب ديالو. الدراري اللي كيسمعوا تو راه الباس ديالو راه باين، يعني يو كان ريكوغنايز ات، تقدر تميزها من فوسط بزاف نتاع اللعب ولا بزاف ديال لي باسيست اللي كيلعبوا. لافليونس ديالو على ما قال بلي تانسبير من واحد الكومبوزر بولوني سميتو ويتولد لوتوسوفسكي، وكانت كتعجبو موسيقته وداكشي اللي كيكومبوزي. واحد اخر اللي عنده دور كبير في الريتم ديال الباند وهو الباتور كاري، واللي كيدخل في لعبو البولي ريتم والستيل ديال الطبلة اللي هي واحد الآلة إيقاعية ديال الهنود. اسمعوا في هاد التراك هذا ديال ذا بوك، يعني أغلبية التراكات ديالهم الريتم ديالهم كيكون على حسابه، هو اللي كيتكلف به
وكيقولوا بلي هو السبب وراء النجاح والاختلاف ديال طول في ستيل ديالهم. ولي لانسبيراسيون ديالو كانت من بزاف ديال لي باتور بحال بيلي كوبن، بادي ريتش، ليني وايت، توني ويليام وبزاف. هذا حتى ما نعرفهمش ولكن لقيتهم. المغني ديالهم كينان، ومن خلال البيرفورمانس ديالهم في واحد الكونسرت في 2015 بزاف شافوا بان ليهم بلي هو الشخص الانسب باش يقدر يرومبلاسي ولا يتقارن بالمغني الرئيسي ديال أليس إن شين، حيت بجوجهم صوتهم فيه واحد الإحساس ديال لاست ديال الشهوة وانجر ديال الغضب، وكذلك يقدروا يحولوا لواحد الإحساس ديال القرف، يعني بحال شي حد اللي قلنا disgusted من شي حاجة، واش هذا كيخلي عنده واحد القدرة باش يتحكم في صوته ويحول الأغنية ولا يدير داك المستمع ولا المتلقي لواحد البعد بعيد على الايقاع اللي ملعوب. الموسيقى في قنت ولا فوا والاحساس نتاعو اللي كيقول هو كاين في قنت اخر. الانسبيراسيون ديالو كانت من عند خالته اللي هي جوني ميتشل، واللي عاونته وشاركت معاه بزاف ديال الالبومات باش يكبر الروجيستر ديالو، لا من ناحيه الموسيقى ولا من ناحيه الاصوات اللي غادي يسمع. كانت كتجيب ليه البومات ديال بلاك سابات وديال كيس، وغادي نخلي لكم الانترفيو ديالو فاش كيدوى على الطفوله وكيفاش يعني كيفاش تعلم الموسيقى وشكون اللي عاونوه بالديتاي. هو في الديسكريبشن مجله جيتار بلاير ماجازين كتقول على الجيتاريست ديالهم جونز بلي ما نقدروش نحطوه في مقارنه مع حتى شي حد، حيت ستيل ديالو ما دايرو حتى واحد، و حتى التكنيكس ديالو في اللعب فهمتي ماشي شي حاجه، ولكن عنده واحد ليفل اللي هو يونيك. كيستعمل بزاف الباور كوردز اللي فيت كلهم جاهدين بحال الاغنيه تاع سوبر، غادي يبان لك واحد النويز كتبقى فاش كيمركي شي اكور، واحد النويز بحال اللي قلتي الجين مجهد وداكشي مساتوري. واش هي درجة الانفلونس ديالهم واحد البان سميتها هيلمت. باند انفلونسات باندات بحال سيستم اوف داون، كورن، والمغني ديال الباند انفلونسا مغنيين اخرين ديال باندات بنجامين بورنلي ديال برينكين بنجامين وفريد دوست ديال نيم بيسكيت. مش غادي نقول لكم. هذه كانت هي الحلقه ديال تول، واللي شفنا فيها كيفاش تلاقاو لي مونبر ديال الباند والسر ورا الكومبوزيسيون ديالهم شي تي يخليهم يكونوا يونيك وسط كاع دوك لي باند ويكون بحالهم متحد، وكذلك الانفلونس ديال كل مونبر فيهم. الا نسيت شي حاجه تقدروا تخليوها لي في لي كومونتير. كيف ديما الروابط ديال المواقع التواصل الاجتماعي ديالي كلها كاينه مع المصادر لتحت. شكرا لكم،